السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى أخواتي في الدنيا، عاملين إيه؟ رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال يا رب. جمعة مباركة علينا عليكم أجمعين. الفيديو ده متصور الجمعة يا جماعة، ممكن إن شاء الله ينزل السبت بإذن الله من غير مقاطعة، أو ينزل النهاردة على حسب ما منتجه وخلصه. تمام يا جماعة، حلقتنا إن شاء الله النهاردة يا جماعة في السلاكة، في كام شاب كده قبل هنبيعه. يا ريت اللي محتاج أي حاجة يكلمني ويكتب لي كومنت، وأنا عينيا الاتنين ليكم. تمام، بصوا السوق، انت عامل كير كير اللي بيعمل ازاي؟ شايفين اغسل شعره بقى ورايح دماغي. تمام يا جماعه، طبعا انا النهارده طلعت نظفت الغيه امبارح ونظفتها النهارده وروقت الدنيا النهارده، عملت حاجه فوق جامده فوق. تمام، والنهارده نفس الحكايه ماشي. قلت بقى طالما انا قاعد فاضي يا سيد صور لك فيديو لحبايبك. تمام، والله لسه ما كلفت ولا مساء، حتى المساء اقسم بالاقصى فاضيه اهي، مساء فاضيه. تمام، غسلت طبعا المساء وكبيت ميه بكلور ورشيت معطر، انا عايز انام هنا من الحلاوه بجد. تمام، هنبص كده هنتابع السلاكه عشان انا ما صورتش من زمان في السلاكه. تمام يا جماعه، ونعرض كام قبله. نعرد الاول البول، لا نسيبه مثلا في نص الفيديو او في اخر الفيديو، ونبص على السلاكة وبعد كده نرجع تاني. تمام، حد يشرب شاي؟ صلى على النبي، اهم حاجة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. تمام، عندنا هنا القص الطراطير اللي كانوا اللي كنت اخد من حاج عمرو اللبان قص، والذكر مات، والزغلول ده وجبت الذكر من عندي، ده ابنهم. حاول بس نظبط ايه الزوم كده. الزغلول برضو طالع ايه كويس اهوت. تمام، خلوا الاهلي تاني ماشي. عندنا هنا دول اخوات وانا بلقيهم لبعض. ليه يا سيد بتلقيهم لبعض؟ طب انت بتقول يا سيد ما ينفعش تدي الاخ لاخوه والكلام دوت. لا يا حبيب قلبي، انا عايز اعمل حاجه، حط حاجه، حط هدف في دماغي عايز اللي انا اعمله. تمام، عندنا هنا الذكر القطقاطي، الذكر القطقاطي بتاعنا اهوت ما شاء الله. هوريكم بس الحمامتين والزار بتوعنا. وعندنا هنا الذكر الصافي بتاع الحاج عمرو اللبان، ذكر ما شاء الله كويس. حاول بس اللي انا ايه اظبط لكم الاضاءه بتاعته عشان تشوفوا الذكر على طبيعته. اهو الذكر اهوت. المشكله اللي ايه الواحد عشان يجي كل شوية يظبط الإضاءة عشان يشوف فرد تبقى صعبة. تمام يا جماعة، عندنا هنا قبلة فحم إن شاء الله. اثبت بقى يا ابني. تمام يا جماعه، دوت هبلق فحم اهوت. تمام، نطلع هنا للحليسه يشربون ده. ادي الطيره ايه صوره كده عشان نحطها صوره مصوره، عشان بصراحه قعدتهم كده حلوه. نطلع بس عايزين نعرف القص دول محصيين ولا ايه الدنيا معاهم. هما معاهم حصوية وبايظة، عشان هنشيل النتاية الوقت مع بعض، هنجيب النتاية الوقت مع بعض نحطها في الخمس بتاع الطواير. طبعا الواحد قصير مش جايبها. مش عارف اتملك فيها عشان العين بتاعتها عالية. تمام،
ادي النتايه اهيت تمام. هندخلها في الخمس بتاع الطواير اللي احنا بنعزل فيه الطواير تمام. عندنا هنا الذكر العاده، ذكر ما شاء الله ذكر كويس. ابلع فحم الذكر ده بتاعي، الذكر ده كويس ما شاء الله، عظمه كويس وبيبته جميله تمام يا جماعه. الطاط كان معاهم زبدون تعبان محمد، عايزين برضه نبص يمكن حصل حاجه. لسه انتوا اللي شايفين يا جماعه او قولوا في الكومنتات عشان انا مشوفش الخط ده عشان ايه عاليين تمام. معانا هنا ذكر ثاني عاده، انا بحب الحمام البيضة يا جماعه. معانا هنا قص قشر بنادق، ذكر الحاج احمد وعثمان، تحياتي لك حاج احمد، منتهيت عمرو دب حاج شريف النجار، وسايبينهم يقعدوا على الحصى بتاعهم تمام. عندنا هنا ذكر صافي برقبه صفراء. هنا شربندق بتاع الحاج احمد عثمان اللي هم دول الاهل بتوعه تمام. نبص كده مع بعض على الزغلول ده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. راح فين خد؟ عايز ينتحر. وعندنا هنا جوز غليل عيلهم، قلت خليهم يزقوا الوش ده طالما هم ما كانش تحتهم حصى وحصوا تمام. عندنا هنا القص الكوكتيل، عايزين نعرف مع بعض هم عملوا ايه. طبعا انا مش شايف هم معاهم حصى معاهم زغاليل، يا ريت اللي شايف حاجه يكتب لي في كومنتات تمام. انا هصور لكم البيضه كلها عشان انا مش شايف، عشان شاشه الكاميرا لقدام تمام. عندنا هنا ذكر زبره، قصدي انتايه زبره، يا ريت يا جماعه اللي عنده انتايه اللي عنده ذكر يا جماعه يكلمني. وعندنا هنا قص استراليات الذكر الازرق دوت اللبني ده، والنتايه جوه اهي النتايه ما شاء الله رمت حصويه انا شايفها عشان قصيره تمام. هنجيب كده مع بعض يا جماعه نسمي الله ونصلي على النبي تمام. نظبط بس الكاميرا علينا كده تمام تمام. هنعمل احنا يا جماعه، انا طبعا انا الفيديو خليت الفيديو كبير بسرعه عشان تشوفوا كل حاجه تمام. ماشي، هنعمل احنا بقى دلوقتي في كام شاب، واحد او اتنين او ثلاثة على حسب ما اللي انا هنزله للبيع. اللي عايز حاجة يكلمني، اللي محتاج حاجة يكلمني، اللي معهوش فلوس برضه يكلمني، خد والفلوس في اي وقت، اخر حاجة تتكلم فيها الفلوس، قسما بالله كلام بجد، كلام بجد. وخد سكرين او خد كده فيديو صغير بالشاشة، اما تيجي اما اجي ابيع لك حمام واقول لك هات الفلوس الاول، تيجي تقول لي لا انت قلت في فيديو واحد اتنين تلاتة، صح؟ الحمد لله. عايز اقول لكم برضو على خبر كويس، معرفش برضو يا جماعه يعني الخبر دوت بالنسبه لكم هيبقى حلو ولا وحش. الخبر ده بالنسبه لي اللي انا بطلت سجاير بجد والله العظيم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بطلتها ازاي يا سيد؟ اقول لك بطلتها ازاي. انا كنت في اليوم علبتين ثلاث علب سجاير، العلبه بكام؟ 50 جنيه. حرام ولا مش حرام؟ حرام. احرق في فلوسي واحرق في صحتي. قول في ايه؟ بصوا يا جماعه اللي يقول لي السيجاره ديت كيف؟ لا السيجاره دي مش كيف. انا اسف ان انا بطلع عن محتوى الحمام، بس بنتكلم في حاجه لصحتنا احنا. السيجاره دي مش كيف. انت تكون عندك اراده تبطلها وتبطلها، ما تجيش تقول انا عايز ابطلها بس مش عارف. لا انت تقدر تبطلها. معلش انت لو مسكت علبه السيجار قطعتها قدام عينك وحرقت دمك، قسما بالله بطلتها بسبب ان انا رحت الجيم. رحت الجيم والله العظيم يعني انا كنت 89 كيلو، دلوقتي 77 كيلو. قللت من وزني، بنشف في جسمي في عضلات وكلام من دوت، مش داخل البطوله داخل كلام. عايز اظبط جسمي، اخلي جسمي شكله حلو. بتلبس تيشيرت بدل ما تكون انت مليان ولا كلام من ده، التيشيرت بيكون مسموم عليك، صدرك كويس، بطنك كويسه، كتفك كويسه، حاجات من دي. بطل سجاير. السجاير ده والله العظيم السيجاره ما بتتحكم في الراجل، الراجل عمره ما كان سجاره بتتحكم فيه. السيجاره ديت يعني اقول لكم ايه، انت مخنوق بتطلع خلقك فيها يا عم، هات لك لبان، هات لك لبان، هات لك لب، اسأس في اي حاجه. بس بقالي بتاع
دخل في 3 اسابيع ومبطل السجاير، يعني بتاع حركه تقول 20 يوم مثلا. احسب 20 مثلا في 100، لما 20 يوم كل يوم 100 جنيه كام؟ 2000 جنيه. حرام ولا مش حرام؟ في غيرك بيشتغل ما بياخد مرتبه مش جاي 2000 جنيه، صح؟ نرجع للحمام مع بعض، تمام؟ معانا هنا اللهم صل على حبيبك النبي، لو انتوا شايفين كده ظبط بس الكاميرا، بنتايه قطقطيه سودا باينة معاكم كده، انت كويسة اهيت. اقرب بس الزوم معايا اجيبها كلها، تمام؟ انت قربي شوية كده للكاميرا، انت كويسة يا جماعة اهيت، تمام؟ ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. النتاية ما شاء الله بتتكف طول، بصوا ريشها ما شاء الله لسه بيطول ريشها يا جماعه، لسه بيطول. الطره ديت عليها 3، الطره ديت اهيت عليها 3. الطره دي بكام يا سيد؟ الطره دي ب 100 جنيه بس، الطره ديت ب 100 جنيه، واللي عايزها برضو فيها كلام تاني. بصوا بقى الريشه ديت، لسه بيطلع، تمام؟ ادي واحد. هذا اللهم صل على النبي. شابة فحمية او شاب لسه ما ظهرش. قرب كده مع بعض العظم. هذا العظم ولا عينين كويسة، خدود كويسة، جتة كويسة، زفرة خفيفة اهيت، تمام؟ كام؟ عليها او عليها 3، ادي فحم، تمام؟ يبقى كده اللهم صل على النبي معانا قطقطية وحتة فحمية لابس الهدلة بتاعت اهيت. تمام. ده يا جماعة معانا دنتاية شربندق، اللي ياخدها يوقفها في باب بس، من غير علاجات ومن غير أي حاجة ولا فيتامينات ولا أي حاجة، وقفها في باب ولما تخلص لقيها، هتاخد منها أحسن زغليل. اثبتي بقى عشان عظمك وعينك تبان. شايفين فسخة العين ما شاء الله، الجتة جتة كويسة ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. النتاية من تحت قطمة، والنتاية ما شاء الله يا جماعة، النتاية بسم الله ما شاء الله فيها طول كويس، تمام يا جماعة. معانا ما شاء الله هنا برضو تاني، ده فحم، ده ذكر، دوت ذكر، تمام؟ ذكر كويس، ذكر ما شاء الله نضيف من تحت، والله العظيم ما عنده الكرة نضيفة من تحت كده، في الدكورة اللي انا موقفها بفرخها. يبقى كده معانا نتاية شربندق،
عن قصر حميات معانا نتاية القطيه. تمام. القشر بندق بكام يا سيد؟ القشر بندق والحميات اللي عايزها يكلمنا في التليفون او على الواتس، رقم تليفوني في صندوق الوصف ده. حاجة كويسة، سعر كويس مش هتلاقيه، واللي بصوا اللي معهوش فلوس يا جماعة يجي يشتغل أي حاجة بجد والله العظيم ما كلام، اللي محتاج أي حاجة يجي ياخدها. تمام. والله ما صلى على حبيبك النبي في عشر زغليل، فيديو تصور الفيديو اللي قبل دوت، هسيب اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف، خش شوف الفيديو. أي زغلول في قلب بعض ب 30 جنيه، أي زغلول في قلب بعض ب 30 جنيه. عمرك شفت زغلول ب 30 جنيه؟ حلبي بقى، استرالي، مش عارفه اي حاجه. اللي عايز زغاليل ب 30 جنيه يكلمني يقول لي سيد انا عايز، هاجي هطلع لك الزغاليل او 30 جنيه اقول لك خد. في زغاليل ب 30، في زغاليل ب 50، ابو 50 اللي هو يبقى هو يبقى مثلا اسود بورده، ازرق بورده، حاجات من دي. لكن ابو 30 جنيه استرالي، حلبي، ليزر، اي حاجات من ده يا جماعه. تمام. شوفوا الفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.